قصي الخولة؟ قصي يقبرني بس كثير حواليه بنات يعني صعب بعذبني. طلبت ايده مره على الهواء بدون ما يعرف. لا الله وكيلك انا ما طلبت ايده، هن ورطوني قالوا لي طلع لك المارد السحري وقال لك انه قصي خولي بده يجي يطلب ايدك، شو بتقلي له؟ قلت له والله ما بقول له لا يعني معقول. على فكره قصي رح يكون ضيفنا قريبا. اكيد رح تكون الحلقه بتطير العقل. هلا كل حلقه بتطير العقل بس هو اكيد بضيف غيرنا كمان قصي يعني غير الشكل. طيب ليه ما حبيت قيس الشيخ نجيب؟ عم نقول لك كل اغلب شباب الوسط الفني مجوزين يا جماعه. مجوز؟ لك. طيب تايم حسن؟ مطلق. شو؟ طليقته رفيقتي. كمان؟ نعم ما عم نقدر.